يا استاذ انتصار منوره الدنيا كلها اهلا اهلا استاذ تامر شتوت يقدم <applause> والله انا كنت حريص ان اول ما ابتديت البرنامج تكوني معايا انا بحبك ومقدر مشوارك ومقدر تعبك ومقدر كل خطواتك المختلفة فكنت عايز ارجع معاكي شوية عشان نفهم وانت لو ما كنتش جبتني كنت اتصلت بيك كنت قلت لك انت بتعمل برنامج انا عايز اجي احنا فعلا وياك ترفض ما عندكش اختيارات ترفض <applause> فعل... انا جاية يا اما مش تعمل برنامج اساسا انت <applause> تنور الدنيا كلها <applause> لانه كان عاجبني بصراحة <applause> اه ربنا يخليك من الخطوات يعني اللي موجودة على السوشيال ميديا قوية يعني <applause> ربنا يخليك ان انت جاي من الاساس من التلفزيون المصري واتجهت لل للسوشيال ميديا أوه. فتحس ان حد قوي اتجه لمكان يعني لسه بيطلع أوه. بس هو جايب خلفيته قويه ده اللي بقى انا مشفق عليه بقى من الولاد اللي هم اللي بيبداوا جداد اللي هو بيبقى هو ما عندوش خبره وما أوه. عندوش ثابت اعماله ما حدش بيرشده ويتجه الى اليوتيوب والسوشيال ميديا فتحس ان في عكايه <تصفيق> عكايه عكايه <applause> <applause> فيش محتوى وما فيش حد بيوجه وما فيش <applause> حد عنده معلومات وفجاه عايزين يعملوا محتوى وداخلين على مكان طبعا مجهول بالنسبه لهم لكن اللي اساسا كان بيشتغل في التلفزيون فبيروح للمكان ده كانوا بيلعب كانوا جاي من الجامعه رايح الحضانه صح لكن تاني بقى بيبقى داخل يعني بالنسبه لهم مكان مظلم فبيتكعبلوا والمحتوى ساعات يبقى هابط وما يحققوش مشاهده ويضطروا يعملوا حاجات مش لطيفه يعني فانا بيعجبني جدا اللي بيتجهوا لليوتيوب بس بيكونوا عندهم خبره سابقه. يا استاذ صار كلامك كبير وكلامك على راسي من فوق يعني آه الشخصيه اللي احنا بنشوفها قدامنا اللي ضحكتنا وعيطتنا وراها فكر هي ابعد ما يكون انها بتبص للامور بشكل سطحي. هو شخصيه ليها توجه شخصي فانا عايز اعرف المشوار ده كله، عايز اعرف الثقافه وانا دي ثقافه شخصيه. متهيألي دي جزء منه تربيه وجزء منه احتكاك مع المجتمع العمل انتصار العمل تواصل مع كل فئات المجتمع وضحكته نبتدي؟ يعني نبتدي بس طبعا. عايز اعلق بقى على الحكايه ديت دي انه الناس ليه فاكره ان الفنانين يعني يعني عشان مثلا هي ممثله لازم تبقى ضعيفه ومش قوية قوي ومش او مرفقة. او مرفهه وبتاكل بالمعلقه كده في بقها كريز تفطر كريز لا الممثلين عشان يبقوا في المكانه اللي هم فيها دي أه وعشان يوصلوا للي هم فيه رحله في 30 سنه وال 40 سنه وفي ناس 50 سنه اللي هم ما شاء الله ربنا يديهم الصح دلوقتي مثلا عندهم 70 سنه فعشان يوصلوا اللي هم فيه ده لا لازم يكونوا يعني انت بتتكلم مع ناس يعني شافه قاريه وفاهمه شافه وقعدت فكرت كتير وجابت حد بيفهم تقول له فهمني وبعد كده بقت هي تتصرف يعني ما حدش بيطلع من فراغ صح ما تستهنش بحد موجود على الساحه ما بحد اصلا عامة ما تستهنش بحد ده خليني اسالك سؤال ملوش دعوه بالسكريبت ودي السكريبت اهو وادي الورق <applause> بس خلاص هل انت شخصيه آه... تاني بعد مرفهه؟ هل انت لا. شخصيه بتقومي بواجباتك كلها؟ لا انا غير مرفهه خالص تطبخي انا من, من اول ما تبوخي. اه انا من اول ما طلعت وانا مش مرفعه خالص ده باين اه انت بيت. احنا احنا بيت بيعمل حق... واجباته بايده م. احنا مش جو بقى حد يطبخ لي لا انا بعرف استنى إن اكل ميت حد يعني... ممكن اكل في المطاعم طبعا. بس اعرف ان حد يطبخ لي في البيت م. يعني انت بتطبخي لنفسك وما بقى وما بامنش نظافه حد يعني لازم انا انظف بنفسي يعني حتى لو حد انا لازم انظف ورا منه انا لازم اتاكد ان الحاجه دي نظيفه وبعدين نظيفه في البيت يعني تحس ان انا يعني اخد الركين انظفها آه. الحوض امسح الحاجات ما فيه جلح او سواد او أه يعني عندي تفاصيل كده في النظافه تنفضي السجاد تمسحي الارض أه انا ناقص انجد <تصفيق> <تصفيق> يعني اعمل كل حاجه ناقص انجد المرتبه <applause> يعني خلاص إحنا كل يعني كل ده معديين يعني بطلع للمنجد المرتبه أه وبوقف على ايده وهو بيفك وساعتها افك له انا قبل ما يجي <تصفيق> <تصفيق> يعني هو بس بيعمل قطن اه بس كده ويدخل خيط أنا, انا انا بس اه يعني انت كل ده بتقومي بيه بنفسك طبعا طبعا يعني كل اللي احنا بنشوفه في في التمثيل او بنشوفه في مشاهد انتي اوريدي عايشاه، انتي اوريدي انا بقوم بيه مع نفسي. طبعا وده نفعني برضه في الشغل. م. يعني لما يبقى في مشهد مثلا يقول لك اطبخي انا عارفه وانا داخله هستعمل المطبخ ازاي؟ م. سواء دي اللي بتطبخ دي موظفه او م. فقيره او غلبانه، عارفه اطبخ، عارفه اقطع بصل، عارفه عارفه لا ده هيتحرق، لا ده لازم ما ينفعش احط ده على ده الناس تضحك علينا. م. فعندي التفاصيل بتاعت الحياه ك... كانثى. آه. مش جايه بقى مش فاهمه حاجه ولا وساعات يقولوا لي اعملي كده لهم لا لو اتحط ده على ده الناس في البيت هتضحك علينا، قالوا ما بيعرفوش. اخبارك ايه مع جيرانك؟ آه لا انا تمام جريني كويس. حبايب. اه اصل انا اساسا آه غاويه خدمه مجتمعيه. م. فتلاقيني مثلا ايه اتحاد الشغلين بتاع العقار داخله فيه. <applause> ماسكه الاتحاد. ماسكه الاتحاد؟ <applause> بغير مواسير العماره. لا والله. اه اه. اخر شكوى واخر خناقه اتخانقتيها في الاتحاد كانت ايه؟ ده على طول الاتحاد ده كله خناقات. الاتحاد ده من اول ما انت تمسك الاتحاد مم. كنت انت جارهم عادي دي صباح الخير مساء الخير حبيبي قمر كنت قمر تجنني من اول ما تمسك الاتحاد بقيت عدو عدو فاتوره الكهرباء السلم ما تدفعتش انت بس تبعت بس على الجروب بتاع اتحاد الشغالين تقول جمله بسيطه يا جماعه عايزين فلوس زياده عشان هنغير المواسير متامل للارض يعني الخط ده بايظ يعني مم. إيه الحياه فيها اولويات يا يعني مادام انتصار ما هو عليه <applause> طب هي ايه الاولويات اكتر من الصرف ضارب والميه اللي مش نظيفه بتنزل علينا <applause> لا 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 ما انتي قبل ما تختاري غيري البتاع دوت طب هو كان ايه قبل لا لا نعمل اجتماع ونتكلم طيب انا ما قلتش حاجه على فكره انا قلت عايزين فلوس نغير المصورة بقى. اه مصورة بيتكم أه. عمارتكو أه. البيت اللي ساتركم وأويكم أه. هنغير لكم الماسوره أه. لا 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 ما تتحكميش فينا انت تحكمي تؤمني فينا ولا ايه؟ <applause> يا جماعه انا الاتحاد الشغالين انا اللي بتحكم في الفلوس اللي أه. لا 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 اوعى إيه تفتكري عشان انتخبناكي يعني هتعملي اللي على مزاجك أه. مزاجي ايه ده انا بقول المواسير <applause> بقيت عدو تسيب الاتحاد ترجع ساكن عادي كلهم يصبحوا عليك بقى صباح الخير خلاص الموضوع اختلف فتقريبا في بيبقى كره لل لل للس... للسلطه او ها. للسيطره او لاي حد بيدير حياتك صح فبتبقى دايما انت بتسوق العربيه ولا حد بيسوق؟ لا انا برضه بسوق العربيه بتتخانق <تخلي> في الشارع؟ اه اه ساعات اه سعيد. اه طب سواتك حلوه ولا سواتك زي المتعارف عليه من سواقة الستات؟ لا انا هاديه جدا في السواقه. آه. هاديه جدا. السرعه دي انا مش فاهماها يعني انت انت بتدوس ليه على 220 ليه يعني؟ عايز تلحق ايه يعني؟ في في مثلا ماشي في بلد زحمه ليه ليه؟ يا اه ليه يا حبيبي؟ العربيه هتتدمر منك. طب وانت لو حد يعني في مثلا عربيه جنبك بتزمر عشان عايزين يسلموا على الفنان انتصار بتعملي ايه بقى؟ اسكت اسكت مش كنت مش فاهمه الاول؟ تي 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 ويبص تي تي, تي, تي وانا السيف الحقير بيعكسني وسايقه عادي واقفه الشباك ويقول لي قله الادب دي وصلت البوس لا ده فين حلال في الشارع بعدين لحظه كده انا انتصار صح انا مشهوره انا معروفه ده معجبيني ده بيحبني بيبعت لي بوس قمت كده وفتح الشباك قال لي آه يا سفلة يا مستبدة ده على كان افتكرت اللي في بتاع سهر الليالي اه بقى. اه شا انت يا مش ينفع تركني تصور تقول لا مش لدرجة على كوبري اكتوبر يعني مش ينفعش حوار بقى يا ابني يا خلي بقى بص قدامك عشان ما تعملش فساعات انسى يعني م. تنسي خالص ان انت شخصيه معروفه او شخصيه ايه ساعات اه مالكيش دعوه بالموضوع ده عادي تعاملاتك كلها عاديه عادي انزل اشتري الخضار عادي طب ما تعالي نتكلم بقى على الفتره اللي فاتت لما انت مثلا لقيتي بعض الاسعار التجار رفعوها ولقيتي البصل سعره ضارب عملتي ايه لما جيتي تشتري هو بقى. لو الدنيا غليت في كل حته انا ما بتكلمش مع البياع او مع الكشك لكن لو لقيته مزود جنيه عكس المكان التسعير اللي موجود في مكان تاني مم. اقول له هبلغ وزاره التموين والتجاره وهعمل لك محضر وعشان لك الكشك. طب مكان يعني ممنوع اساسا. متعرف علينا كمصريين بنحب الفصال. اه. في اي حته. اه الفصل. اه فاصل انا اسكندرانيه. فايه بقى؟ اسكندرانيه واساتذه فصال. اه اساتذه. يعني الفصال اتعمل عشاننا. <applause> يعني بعد كده اتعدى بقى في باقي المحافظات لكن احنا اساس الفصل احنا اللي طلعنا بيه في الاول اه طب اخر حاجه فصلتي فيها كانت ايه؟ لا مش فاكر عشان بفصل على طول <applause> يعني حياتي كل يوم في صاله اي آه ما علاقه في حاجة أوه. ممكن تفصل ما ممكن تخشي مثلا على محل لبس في مول في حاجه يعني مش اه اعترض على الاسعار ساعات لكن, أعترض لكن على في المول ما اقدرش افصل اه بس ممكن تقول لا بس تعمل لي ديسكاونت تعمل لي اي شكل اقول اه طبعا اقول له دي غاليه قوي وده غالي قوي انا كنت فاكر إنه هيبقى ارخص من كده خلاص انا يعني لو خدت منك ثلاث حاجات اعمل لي خاص اوكي يعني بيها وبيعمل... <applause> بيعمل ناس بتحبيني وبتبقى عايزه ترضيني يعني بتلاقي لها مخرج برضه بس المهم تاخدي السعر اقل من السعر المعروض وساعات اقول له طيب ايه رايك يعني لما يكون محل كويس يعني اقول له ايه رايك ناخد منك الهدوم ونلبسها في البرامج م. وننزل لك اسمك في البرامج ونرجع لك اللبس تاني وكده نعمل اخليه سبونسر يعني آه. وساعات هو يقول لي لا خدوا اللبس والبسوه ونزلي اسمي ومش عايز الهدوم اه يعني الناس بتبقى عايزه تعمل دعايه مم. من خلال الفنانين يعني طب تعالي نرجع كده بالمشوار مشوارك من اسكندريه للقاهره بس عايز اعلق على حاجه قبل السؤال دوت على حكايه ان لو لو في اسعار زايده في اي مكان انت لازم تبقى مواطن واعي وتبلغ مم. لان اساسا اي حاجه في الدنيا هتتعدل لو كلنا بقينا مواطنين واعيين ده اكيد لو كلنا بقينا رقباء على الشارع مم. وعلى الكشاك وعلى الاسعار فلما تشوف حاجه غلط ما تسكتش يعني تشوف حاجه غلط في الشارع شوف الجهه المختصه بالمكان ده بلغ تشوف سعر الزياده عن التسعيره في وزاره التموين ليها رقم مم. تجيب الرقم وتبلغ في حاجه اسمها الشكاوى الحكوميه آه خمس ارقام خط ساخن مم. اتكلم قول انا كنت في الحته الفوانيه لقيت واحد بيبيع اكتر من بخمسة جنيه هما هيتصرفوا معايا ما تقعدش تشتكي من الواقع وانت مش بتغيره مم. ماشي كده سلبي والدنيا مش عجباني طب انت عملت ايه اكشن عشان تعدل الدنيا فلازم اي حاجه غلط تبلغ انا عايشه بقى ببلغ بقى انت ماشي بتبلغ عليا اه يعني لما الاقي الشارع مش نظيف مثلا او الاقي زباله فجاه بقت كوم الناس قررت ان هي ترمي هنا طب هتمشي تكلم كل واحد بيرمي فعلى طول ببلغ الحي او ببلغ شركه اللي ماسكه النظافه هنا في مقلب وكده والناموس والدبان ومش شكل عاملينه وعيب ده رصيف ودي الدنيا وعايزين نمشي في حته نظيفه لإن اللي عايشين في شوارع نظيفة مش أحسن مننا في حاجة. حلو اللي عايشين في حلو إن أنتي دايماً بتدوري على كل ما هو سلبي وبتاخدي القنوات الشرعية إنك أنت تحققي نفسي الآخرين فهمت. بقى يبقوا كده يبقوا إيجابيين. مم. يعني الإيجابية دي على فكرة ده محتاجة مجهود، ده يعني محتاجة سيستم حياة البني آدم يكون على طول شايف في نفسه إن هو يستحق ده. في ناس كتير يستحق م... عيشة حلوة. ده من حقك. ده فعلاً. نرجع تاني ليكي مشوار طويل من اسكندرية للقاهرة. ثم نجاح كبير في الوطن العربي بأعمال مشاهدك فيها نجح يعني العمل ممكن ما يكونش نجح لكن انتصار نجح وأنا بتكلم ده كممثل وبتكلم ده كعين شافت إن ليكي أعمال أنا لغاية دلوقتي مش فاكر اسم العمل بس أنا فاكر انتصار عملت إيه وأنا كنت لسه بحكي لك جوه وأنت قلتي ده مسلسل عملت ست حلقات فين فاكرة كنت بحكي لك من جوه لما جيتي لوالدك ووالدتك قلت لهم أنا هبقى ممثلة وانتي في عيله عاديه في اسكندريه ما لهمش علاقه بالفن خالص اه وصعيده وصعيده كمان انت منين من الصعيد؟ بابايا اساسا من ومامتي قريبته بس انا مولوده في اسكندريه من الاقصر من الاقصر؟ اه ايه ده ما تخيلتش ده؟ تخيلي؟ آه. خيالي ما في الاقصر في يعني في طفرات بيضه كده اه اه, آه. تلاقي في بنت بيضه طلعت كده شعرها اصفر عملوا ايه لما والباقي كله برونز ده احلى ناس اه بحب اللون الاسمر قوي شعب مصر وطيبه عملوا ايه لما قالوا وعرفوا ان انتصار هتبقى ممثله آه، الاول كانوا ما يعني مش مش راضيين مش راضيين مش راضيين في ايه انا تجاره تجاره جامعه اسكندريه اه ده انا قسم محاسبه كمان آه، يعني يعني كده مش قلت لهم طب انا هحاول كده وامشي فيها واشوف أول،, اول خمس سنين آه، مشيت مشيت معايا شويه يعني فبداوا بقى يحبوا الحكايه يعني اللي هو خلاص يختار ده وخلاص تمام يعني ما اعترضوش وقالوا لا او الناس واخده وجهه نظر غلط عن الصعايده الصعايده مش اللي عاملين كده الصعايده بيفهموا وبيثقوا يعني انت ممكن تقول لهم انا مسافر رايح امريكا الجنوبيه يقول لك امم شد حيلك بقى يلا مش امريكا الجنوبيه لا يا لهوي هتبعد عني لا لا عندهم روح المغامره عندهم الفئة. عندهم عندهم ثقه طب انت عيلتك تتكون من كام فرد احنا آه يا الله اكبر كده يعني احنا كلنا سته ست اخوات اه وكم ولد وكم بنت؟ بنتين واربع صبيان بنتين واربع انا الكبيره انت اكبر واحده في انا الكبيره اه طب وعلاقتك باخواتك؟ اه انا الكبيره آه. طيب آه, اه يعني انت المسيطر يعني اه والام والام اه يعني تحس ان يعني اخويا الصغير ده انا كنت بشيله ربنا يا اه بقى. وبعدين زلاب الصوره بقى لغايه دلوقتي اه يعني هو كبر <applause> واتجوز خلف كده كل شويه لما يبتدي يعني راجل بقى ما شاء الله عليه ها. دي يقول لي اصل انا بقول اقول لهم بتقولي يا حبيبي ايه <تقولي> يا بابا دي كانت ماما بتسيبك معايا يا حبيبي كنت بغير لك كفوله ها. ايه علي. يا علي فولي نفسك فيشوف الصوره يقول لي طيب ماشي ما بيقولش بقى يا حبيبي دلوقتي خصف. بطل يقول اول دخل مادي ليكي من اول عمل عملتي ايه بيه العلم؟ هو انا كنت صوت القاهره كان زمان في حاجه اسمها تحديد اجور وفي التلفزيون كان في حاجه اسمها تحديد اجور آه. يعني الحلقه بكذا ما فيش حاجه اسمها يعني كل مدير انتاج او منتج يحدد م. مع الممثل لا كان لنا زي لايحه كده زي م. الموظفين يعني م. فكان اول ايه اجر مش فاكره كان في صوت القاهره كان 75 جنيه باين انا بكلمك على الحكومه بقى آه. مش الاجور بتاعه الافلام وكده فا او 75 وكان عندي برضه التزامات ماديه دفعتها وبعدين اديت لمامتي بقى فلوس قلت لها خدي يا ماما فلوس قالت لي طيب فرحتني يعني خليهم لو عايزهم تقول لا خديهم انتي واخدتها اه فاكر اه اديت لها تقريبا كان من 75 مش اديت لها 50 وخليت معايا 25 او اديت لها الفلوس كلها لان انا كنت افضل من حاجه ثانيه بس كنت حتى عارف بيبقى دايما العيل عايز يجيب هديه لابوه يجيب هديه لامه يجيب هديه للبيت نوع من الانتماء للاسره اللي قال لي اشتغل بقى يعني عندك بنت ما شاء الله ملكه جمال مصر اه هجيبها لك مره بتنور شاهزتك اه وعندك مين تاني وممدوح اكبر منها ممدوح اكبر منها ومين اه ومين اقرب لك فيهم؟ يعني انا ضعيفه جدا تجاه ممدوح ده انا حسيت ان شاهزتك يعني اخده دماغك خالص يعني أه ملكه جمال مصر للمراهقات ولعبة جمباز ولعبة باليه ما شاء الله اه و... وشقه طريقها يعني ما شاء الله وهي انا بعتبرها يعني زي امتدادي يعني يعني انا بحس يعني. لما بشوفها ان هي النسخه الافضل مني كبير. لكن ممدوح الكبير اه وممدوح برضو لعب جمباز آه. وغاوي فن و... وعايز يعمل برنامج يا ريت اه بودكاست يا ريت اه, آه بس هو بيدرس دلوقتي في الجامعه ما شاء الله ف... الكبير دايما برضه بياخد قلبك يعني فهو ال... بيبقى اول ما انت شفته وأول ما انت خلفت مشاعر كده يعني وبعدين جربت فيه كل الألعاب فلكن في العيل الثاني بتبقى فاهم اه فالاولاني ده يعني عانى معايا شويه يعني. كنت بتمثلي وترجعي تطبخي وتودي الولاد تمارين جمباز والتمارين بتاعتهم كنت عارفة تعملي كل ده؟ اه بس لما كنت بصور بقى وطول النهار كنت مامتي بتساعدني كانت بتيجي تقعد بقى بيهم وهي توديهم التمارين يعني اه وتروح وتيجي و... لباباكي ولا لماما؟ لا لبابايا لباباكي اه احب بابايا قوي وفاكره ايه اكتر حاجه باباكي ده دا دايما بينصحك بيها؟ آه بابايا ليه مواصفات خاصه جدا لان هو راجل حافظ القران واتم القران يعني واسمه محفور في البلد بتاعته في مقام كده كبير كانوا بيحفظوا فيه في الكتاتيب يعني فاسمه مكتوب على الحيطه انه اتم عبد الباسط علي حفظ القران وقراءته يوم كذا سنه كذا لان العيل لما كان يتم القران القران ده بيتحفظ ازاي من ورا لقدام من قدام لورا وبعدين من ورا لقدام ما يطلعش من الدماغ خالص بقى خلاص يعني بتاخده من اول الصور الصغيره تخش على الكبير وبعدين ترجع العكس الرجعه الثالثه دي ما يتشلش من دماغك وصل لما العيل يبقى صغير فخلاص بيقولوا ده اتم القران يعني خلاص هو حافظ القران يفضل بقى يردده طول الفتره وكده ويكمل تعليمه بعد كده في الازهر يبقى بقى عبد بص عبد الصمد بقى يبقى الحصري يبقى كده آه فهو ليه مواصفات خاصه يعني دايما العيال الصغيره دي لما بتتم قرآن وهي صغيره بيبقى بتبقى سمحه النفس حكيمه هاديه يعني ويمكن ده جيناته كده عمره ما زعلت انت سابق. لا نادره ما كان يزعل يعني ولا ضربت يمكن مره زقني كده في كتفي ولا حاجه يعني بس. ما اه مش مش مؤمن بالموضوع ده عاقل كده وهادي وحكيم كده والدنيا هاديه معاه وعنده الزهد في الدنيا لا. فطلعنا حتى احنا مش اللي هو بنجري ورا الاشياء الزائفه والصغيره م. الضعيفه لا طلعنا حقيقيين واقعيين رجلينا على الارض م. يعني مش اللي هو بنحلق في في خيال لا يوم ما توفى فاكره اليوم ده اه اه بس هو دخل المستشفى قبلها وانا كنت على يعني مؤهله للموضوع ده. فاكره اخر حاجه قالها لك ايه؟ لا ما كانش اي حاجه لانه كان في مستشفى. فاكره اخر موقف جمعكم مع بعض قبل ما يخش المستشفى؟ اه كان بيتفرج على اخبار كده في التلفزيون وكانت ازعجته جدا لان كان عينيها الضرب بتاع لبنان وكان في انفجارات بتاعت المرفأ وكان منزعج جدا من الاخبار بتاعت التلفزيون. ده قريب اه اه فكان بيتفرج عليه وكان متضايق وانا زعلت ان هو قعد يتفرج عليه كتير كانت الدنيا كلها كده قعد بتاع ثلاث اربع ساعات اتفرج انا زعلت ان هو قعد يتفرج كتير على الموضوع لانك صعب بتتاثر بالاخبار فما كنتش عايزاه يتفرج مده طويله يعني فاكره موقف حصل ما بينك وما بينه حسيتي آه ان والدك فخور بيكي؟ اه طبعا ايه الموقف ده؟ لما قلت له آه آه ده ممدوح عايز يمثل قال لي ممدوح هيمثل هو كمان طب كويس قوي فمن شوف بعد كام سنه لما عينيه كده برقت بالاهتمام عرفت ان هو مهتم يمثل ان ممدوح يمثل يبقى هو كان فرحان ان بس يعني اللي ممدوح كان عايز يمثل ويعمل يعني برنامج فكان سعيد ان ممدوح هيبدا المسيره دي قلت الله ده هو طول الوقت معجب بيا ومبسوط بيا وانا مش واخده التمثيل مشوار ومشواره متعب هو مش مشوار سهل على فكره. لما نيجي نرجع ورا الانتصار ونرجع في بدايه حياتك وانت في اسكندريه وانت داخله لوالدك ووالدتك وبتقولي لهم انا همثل تنصحي نفسك ايه دلوقتي؟ لو انا اقدر ارجعك بالزمن الفتره دي كلها تقولي لها ايه بعد ما شفت المشوار ده كله؟ هو انا عملت حاجه كويسه جدا انقذتني من من حاجات كتير قلت انا حدي لنفسي خمس سنين في الليله دي لما دخلت بقى ايه شفت بقى ان في تشعب وان هو مش قناه واحده انك مش شغال مثلا في الشغل العقاري فهتبتدي من المكتب ده للمكتب ده للترقيه دي للترقيه دي لا ده هنا شركه انتاج هنا قطاع حكومي هنا صوت القاهره هنا برامج هنا اذاعه هنا مسرح والمسرح ست سبعة عشرين مسرح وزاره ثقافة ونقابه لا موضوع كبير غير لو كنت خلصت كليه التجاره وتعينت في بنك مثلا يعني كنت عارفه طريقي لكن هنا الحكايه كتير وواسعه وفيها برضو ايه جزء مبني على الذكاء الاجتماعي وعلى الموهبه وعلى الشخصيه وعلى الكاريزما وعلى تطور نفسك ازاي جوه الادوار واختيار الادوار لا لا موضوع كبير قوي قلت بص بقى انا هعمل حاجه كويسه انا, أنا ايه هقعد بقى ايه خمس سنين في الليله دي لو حققت نجاح هكمل ما حققتش نجاح فيها وتهت في الكذا قناه دي انا هنسحب فورا واتجه لاي شغل تاني وابقى اخلي دي هوايه يعني اللي هو امثل بقى في في اسكندريه اعمل فرقه نشاط مسرحي كده مع نفسي ففي الخمس سنين الموضوع مشي معايا عشان كده بنصح كل حد ان هو ما يستمرش في حاجه مش ما كملش لو ما كانش ليه مردود ايوه انت ليه تقعد في مكان إيه ما بيجيبش نتيجه وبعدين الشغلانه دي هتبقى اكل عيشك بعد كده صح يعني دي اللي هتفتح منها بيتك ده اللي هتصرف بيه على نفسك مش مثلا واحده هتتجوز واحد يصرف عليها فنقول ماشي تمثل وقت ما تمثل لا انت راجل هتفتح بيتك من ده فلما تحس ان المجال مش جاي معاك لازم تعمل شغلانه جانبيه على طول تعالي يعني نسال كام سؤال كده في الطفوله بسرعه عشان نقفلها وبعدين نروح لحته في الـ انت سبت الورق من بدري فتحت الورق ليه <applause> إيه؟ لا عشان <applause> فتحت الورق ليه؟ لا انا فتحت الورق لسبب تاني. آه، طفولتك كانتصار صار انا بقيت مت... يعني بعد ما اقعد مع اي شخص ناجح في الحياه بحس ان في حاجات كتيره في الطفوله الحاجات دي هي كونت الشخصيه. مم. والجزء اللي بنمر بيه في طفولتنا اللي ممكن يكون البعض بينتقدنا عليه هو الجزء اللي خلى الشخص ده مميز في الوقت الحالي. فانا بقيت حابب ان اي اب وهم عندهم اطفال سيبه سيبه وجهه خليه على خلق خليه على فكر لكن سيبه ما تعرفش ممكن اللي بيعمله ده دلوقتي وانت مش عاجبك هو ده اللي هو هياكل منه عيش قدام كنت شاطره في المدرسه ولا متزوجه؟ لا شاطره مجموعك ايه في الاعدادي؟ تقريبا 90 آه او 98 او 88 ونص وثانويه عامه؟ لا اقل بقى آه. ناقصت ما هو دايما العيل في الابتدائيه اعداديه ثانويه ما العكس <applause> بينزل بتاعك <applause> آه، مين الشخص اللي كان حب المراهقه؟ ما كنتش شاغله بالك بالمواضيع بتاعت البنات لا اصل دي مشاعر اه المراهقه دي مشاعر بتبقى كده مشاعر جايه لك لوحدها كده مالكش يد فيها آه. بس مش فاكره يعني ما كانش في شخص بعينه. وبعدين انا كنت اصلا بلعب رياضه فكان النادي برضو وأنا صبيان إيه. إيه. كنت بلعب جمباز وبعدين بعد كده اتجهت للفولي. فدايما معانا صبيان. مفيش ابن الجيران ولا واحد في الدنيا؟ لا حتى في الصاله في الجمباز كان معانا صبيان. ومفيش حد وميوهات بقى بقى. وشرطات بقى ولجانات و... وقطات ف... واسكندرانيه م. فما عندناش حكايه اللي هو الولد. م. ولد يعني ما الولد معانا دايما. واسكندريه انت عارف جرأه وبت... بيتحركوا بيكلموا الصبيان والصبيان بتكلم البنات، م. مش مثلا احنا اقاليم ففي عزله ما بين دول ودول، لا. اكتر حاجه كنت محرومه منها في الطفوله ايه؟ يعني ما يعني عندي حاجات كتير محرومه منها يعني. وده شيء طبيعي يتكيف على الوضع الاسره عليه. لما انت كبرتي وقلتي لا انا الحاجه دي لازم اوفرها لاولادي عشان انا كنت محرومه منها وانا صغيره. هو ان كان نفسي اشتري لبس وقت ما انا عايزه. م. كنت اللبس بيجي لي في العيد بس. م. وفي نص السنه وعارف ليه مواعيد كده المدارس عيد صغير عيد كبير الوقفه موسم لكن دلوقتي انت بتنزل تشتري لبس يعني اي وقت تنزل تقول الله ده في خصومات هنا تنجيب جايب لبس عيالك طب انا عايز تشيرت ابيض وتيشيرت اسود فتنزل تشتري بنطلون جينز وكوتشي لكن زمان او باين هو ده كان الاسلوب او الحياه إن العيال بتلبس في مواسم بقول لك دلوقتي طلع مصطلح احنا كناش نعرفه أيام زمان هو التنمر احنا كان مثلا يحصل أي مشكلة موجود وبعد. من زمان التنمر لا بس, بس, بس ما كانش تنمر. اسمه التنمر ما كانش اسمه التنمر كان اسمه عيل قليل الأدب عيل, عيل مريض, مريض نفسي كنت تعملي ايه بقى لما كنتي بتو... 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 يحصل لك مشكلة مع عيل آه... يجي لا هي إيه كانت إيه عيلة بقى عيل. البنات عيلة اه لكن السبب ما بيقربونا قوي يعني كانوا لطاف معانا طب أنت فاكرة موقف وتصرفت ازاي؟ كان كان في بنت غلسه كده معايا في ابتدائي غلسه ومغروره وهي بنت تقيله كده كانت بتتريق عليكي ولا كانت بتهاجمني لا كانت بتغظى مني برضو العيل لما بيبقى رياضي في المدرسه كده وشاطر او ليه وجود في الفصل كان يبقى مثلا الاخرين في عايزين يبقوا زيه وفي يكرهوه بيغيروا منه طيب فكان في الغيره دي كانت شخصيتك قويه وانت صغيره؟ اه طبعا طول عمري عملت فيها ايه؟ تجاهلتها ده كان بعاقبها بالتجاهل مم. وهي تصرفت ازاي لما تجاهل قعدت بقى تحوم حواليا بقى وتحاول تحتك بيا وبعدين بعد كده حاولت تصاحبني فبقيت مصاحبها على مسافه ما دخلتهاش جوه دايرة لا لا لان دي البدايه بتاعتها، مم. البدايه بتاعتها ان حاولت تاذيني مم. فازاي هدخلها واعمل لها وتبقى معايا؟ مم. لا عملتي ايه لما دخلتي الوصل الفني وفهمتي ان في عامل مهم ممكن يقطع لقمه عيشك وهو الغيره مفيش حاجه اسمها حد يقطع لقمه عيشك ما بس ممكن تعملي آه تطلعي منه عشان مش بطرت مهم مش العمر بتاعك بطله العمل غارت منك تشربه بس ده حصل تشربه حصل ولا ما حصلش قليل جدا معايا ازاي حصل قليل اقول لك ليه انا آه متميزه جدا ودوري اللي بترشح فيه عشان بلعب كوميدي. مم. مش سهل حد تاني يترشح فيه عشان ما عادش بيلعب كوميدي. مم. فاي حد عايز الدور ده دمه خفيف على الورق مم. فعايز يبقى دمه خفيف اكتر ويجيب له كوميديانه فاحنا عددنا كام؟ مم. احنا كام اللي بيلعبوا كوميدي في مصر كلها؟ مم. مفيش ما يطلعوش اربعه مثلا. فدوري اللي كنت باجي فيه صعب حد يجي فيه. ماشي بس فما صح. تعرضتش ان يبقى لي بدائل. بس ممكن في حين بقى اللي الفيديتات الاماميل الكماميل كده كل واحده ليها بديل عشرة لكن احنا مالناش بدائل يعني الاربعه اللي بكلمك فيهم مالهمش بدائل احكي لي موقف تعرضت فيه للغير تقليل الدور بقى ما هو ده اكيد حصل اه دي نقطه تانية بعد ما انت خدت الدور دور ايوه تقليل الدور بقى بيجي من ايه؟ مش لازم يكون مقصدينك مم. الفيلم ساعات بيوصل يبقى ساعتين ونص مم. ازاي ينزل السينما ساعتين ونص يعني الفيلم؟ مم. هو بيبقى ساعه ونص ساعتين الا ربع ازاي فيلم ساعتين ونص فبيجي فبيش... عليك وبيجي على غيرك وبيجي عليك والمخرج اللي صور المشاهد دي بيقعد قاعد بيتقطع كانها بتقطع من لحمه. هو قاعد في المونتاج بيشيل مين يرضى يشيل مشاهد هو صورها وتعب فيه فالمخرج بيبقى يعني الشيب بينتحر بيشيل ساعه جات عليك في مشاهدين في ثلاثه في اربعه يعني مش نهايه مش يوم القيامه يعني ما انت هتمثل حاجات ثانيه. يعني انت صار بتقول محدش غار مني وفي نفس الوقت محدش حدش شال من مشاهد لا غاروا. غاروا لما شافوا شغلي غاروا لما شافوا الصحافه بتكتب غاروا لما شافوا الافيه لما شافوا الشغل والعين تغير من اللي أحسن منها ده طبيعي غاروا لكن ما عرفوش يزوني في مكاني افتكري لي كده موقف اتعرضت ليه للغيره واتعاملتى ازاي ساعات طول العمل مثلا بيبقى فيه غيره طول العمل والعمل مدته طويله, طويلة. بيبقى ثلاث شهور مثلا او مسرح بنعرض كل يوم بالليل والمسرح ده عامل زي البيت كانك مروح البيت مش رايح المسرح مروح البيت لا انت خارج من البيت رايح البيت فلو في حد مثلا في الكواليس بيبقى غيران بتبقى ليلتك بقى كحلي في سواد لانه غيره مستمره طول الوقت يعني تقولي في كده ما لي كده انا مش عايز اعرف شخصيات لا دي شخصيات مش شخصيه واحده يعني عادنا نحكي كتير يعني انا عايز يعني فهمتي ده غيره ازاي؟ يعني ايه اللي اتقال لك فقلتي ده غيره وانت اتعاملتي ازاي؟ أه ما في بيبصش في وشي كتير، بيهرب بعنيه لان مش قادر يواجهني في عينيا. أه و وعايز اقول لك غيره الراجل اصعب من غيره الست. اللي هو في رجاله غلط منك؟ اه بتبقى مؤلمه جدا متعبه يعني. اه في رجال غلط. لان الراجل بيغير من مكانه الممثله اللي بتبقى اعلى من مكانته. ان انا كممثله ساعات ابقى اعلى من زميل اسما واجرا وتحيه في المسرح م. واهتمام من المخرج من المنتج فساعات بيغيروا يعني مع ان انا ما بغير يعني ما بغيرش من لو حد اعلى مني ده مكانه خلاص هو ده مكانه اشتغل عشان يوصل في الحتة دي انا اشتغلت عشان اوصل للحته دي هو اللي ده بقى اشتغل عشان يوصل لهنا او ده مجهوده متضايق ليه؟ ما انا مش متضايقه من اللي فوق في دور كنت عايزاه واتاخد منه؟ لا لا هعوزه ازاي؟ ما هو لازم يجيني عشان اقرا الورق فاعرف ان في دور. جالك دور وبعد كده اتحمستي له وبعد كده رشحه حد تاني مكاني. والبص انا لسه معتذر عن فيلمين بسبب مواعيد سفري. كنت رايحه امثل بره في العراق. فكان ده ميعاد تصوير فيلمين. فيلمين والفيلمين ماضياهم وواخد عربين. واتفقنا ان انا هحجز وارجع فالفيلم اضطر يدخل والفيلم التاني معرفش يرتب لان كان في عشوائيه كده عندهم في المواعيد <متصفيق> الاثنين بلغوني وانا هناك ان مش هنقدر ينتصر وخسرت الفيلم بلغوني مش يشتغلوا من غيري لا بلغوني ان هيحصل كذا 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 فقلت لهم تمام خلاص هنعمل ايه انا بشتغل وانتوا عايزين تشتغلوا يعني انا مش قاعده بتفسح لا هم عايزين يشتغلوا من حقهم أه ما زعلتش على فكره بجد انا بشتغل اه فعادي واحده تانية جت اشتغلت بس ممكن ما قلتيش لنفسك شغلي في العراق ده ممكن ما يكونش ليه مردود في مصر وانا عايزه مردود في مصر آه بس ليه مردود في الدول العربيه يعني شفتي عارف عند عارف. الاشقاء العرب مم. ان هم يشوفوك ويشوفوا المصريين وهم كان نفسهم يتعاملوا مع المصريين جدا وحابين وجودنا ومتدفيين معانا شعب محترم الشعب العراقي اه وبعدين بقى أنا مده إنك... ما كناش رحنا لهم كانوا من الثمانينات اخر عمل فان يبقى في مصريين موجودين في العراق مم. كان حدث في العراق يعني رغم ان احنا كنا اربع ممثلين بس بس الناس كانت مبسوطه وفرحانه وكل يوم الصبح بيبص كده يقولوا احنا معانا المصريين ده ليه تمن على فكره في السؤال ده اللي بيتقال مين الممثل او الفنان او النجم اللي انت نفسك تتعاملي معاه؟ انا, أنا كان السؤال. نفسي كان نفسي زمان اشتغل مع الاستاذ محمود مرسي كان نفسي امثل معاه طول عمري بقى كنت اتفرج على افلامه مع انه ما عملش افلام كتير بس طول عمري احب تمثيله احب احس ناضج يعني هو سابق انا عايز اسال سؤال تاني انا عايز اسال مين اللي استحاله تشتغلي معاه ومش عايز اعرف اسامي بس عايز اعرف ليه هل انت عندك بلاك ليست عندك مجموعه من الفنانين بلاك ليست او مجموعه من المخرجين بلاك ليست الهويين بقى المهملين هاوي مهمل يعني مش بروفيشنال دلوقتي انت بتبقى عايز تعمل مع البروفيشنال عشان يريحوك بتعرف تشتغل لكن بقى انه يبقى مهمل و... وطبعا المهمل دي حط تحتها مليون حاجه جلياط بقى ومش فاهم وبيعطل الوقت وبيستهلك وقته وبيشيل مشاهد ماما ويصور الضعيفة وكوكتيل كده هبل كمخرج يعني م. ما بحبش اشتغل مع دول مضيعة الوقت وبعدين ارهاق للذات كتير يعني في اشخاص بعينهم انت حطاهم في بالك مش هشتغل اللي اتعاملت معاهم واكتشفت ان هم كده مش عايز اتعامل معاهم تاني واحد مع انه لما بيتصلوا بيا برضو بصعب علي م. اللي هو انتصار عايزينك معانا في دور فاللي يمكن اتغير هيشتغل اشتغل تاني يمكن اتغير فبتجربي تاني أوه. اه قدمتي برامج و... وانت في الاساس ممثله وكنا بنتكلم في الموضوع ده جوه وده حلو ان انا يعني عايز ارجع وأسأل تاني اتجاهك للبرامج ليه؟ والله هي اللي جات لي. يعني انا ما كنتش ناوي يعني بس هي اللي جات لي وبعدين ان انا جوايا مذيعه مدفونه جوه هتلاقيني دايما احس كده ان عايز امسك المايك وعندي خزين اسئله آه. انا يعني حتى مع زمايلي اقعد بقى اسالهم 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 وحاجات كده يقول لي انت بتسالي انت بتحبي تستفسري وهم يحبوا يحكوا لي يعني انا مريحه نفسيا وكده فشايفه ان انت مذيعه اه من زمان ف عندي حوار يعني انت اتجهتي الاعلام من لما الطرف... جات لي بس الحاجه جات لي لوحدها آه يعني جالي برنامج اسمه كاريزما جالي برنامج فابريكانو فابريكانو هم هم اللي جولي مش انا اللي... لما توجهت اللي يعني او الخطوه دي انت ارتحت انت... جدا كمذيع حاسه نفسك مذيع اه يعني انا دلوقتي قاعده عايزه اسالك مش عايزك تسالني طب عايزه عايز عايزه عايز تسالي ايه طيب؟ اساليني سؤال لغايه ما نكمل، ايه أوه. السؤال اللي في بالك؟ اللي هو هل انت مرتاح في السوشيال ميديا ولا بتشتغل التلفزيون؟ حلو السؤال ده انا مرتاح في السوشيال ميديا وانا عاجبني اللي انا بعمله هنا وبالعكس انا جالي كذا حاجه مؤخرا تلفزيون رافضها مش رافض التلفزيون رافض القيد اللي بيقع علينا من البرامج انت البرنامج بيكون هويته من هويه مذيعك بفكره انا يعني انا بسالك دي اسئله يعني انا بدردش معاكي بفضول شخصي بمعرفه شخصيه وعايز اتعلم من مشوارك وعايز الموضوع يكون رايح في الاخر خالص اللي بيتفرج واحنا بنشوف توثيق لحياة الانتصار مش عايز في النص يكون في فصل اعلاني عشان انا افيد منتج اللي... معين أوه. او مش عايز يكون فكرة معينة تفرض عليا من ادارة القناة بشكل او باخر فانا هنا كده حر اكيد عملت برامج كتير عملت برنامج فابريكانو كان برنامج مقالب عجبتك الفكرة عجبتني جدا ما عملتهاش تاني بس تحس ان طول ما انت بتشتغل في المقالب دي قلبك بيعمل كده ليه؟ لانك انت مستني نتيجه معينه انها ان هيحصل انه يتخض او يتضايق او ي... 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 او ي... فساعات ناس ما بتعملش رد فعل المطلوب طب فين قوم زعلوا منك من المقلب؟ لا 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 خالص عشان كوميدي محفظ. وعشان كوميديه آه. فكلهم متوقعين هزرايا م. لدرجه ان انا استضفتهم بعد كده ببرامج تانية يقول ايه؟ ده برنامج ولا كاميرا خفيه؟ آه. لهم والله عايزين برنامج عادي يا جماعه لا انت صار بتعملي حاجه صح؟ في ايه بقى؟ في ايه؟ <applause> والله يا جماعه ما كاميرا خفيه قعدوا كده مثلا معايا خمس ست سنين طب ما عملت بعد الكاميرا الخفيه دي ما عملتهاش تاني ما فكرتيش تعمليها تاني اه لا ما عملتهاش تاني لا لما رحتي مع رامز اه وطلعتي في البرنامج معاه ف... انا نزل عليا بالضحك بالضحك كنت عارفه انه مقلب وانت رايحه؟ اه لا خالص لا طب. بس نزل عليا بالضحك من البرامج اللي قدمتيها انت يعني قدمتي برامج كثيره ما شاء الله يعني ايه البرنامج اللي اقدر اقول ان انتصار شافت نفسها انها نجحت فيه كمذيعة؟ البرامج يعني يعني انا بحب فابريكانو بجد؟ اه انا كنت توقعت رد تاني خالص على فكره اللي هو يعني انا مع يعني قلت نفسا اصل فابريكانو انا بس اللي فيه اه فانا متحمله مسؤوليته آه. فنجاحه كله او فشله محسوب ليه؟ آه. لكن نفسنا كنا ثلاثه و... وكان و... حواري اكتر م. فالحواري ده انا بعمله عادي يعني انا تلاقيني في برامجي في المسرح في حوار يعني عادي م. أنا شهوتي ده الكلام لكن في كان في خطة لو في التمثيل ما كنتيش نفسك إنك تكوني بطلة تشيل العمل؟ آه هو ده ده سؤال يعني أنا شايفة إن هو بيتردد على الألسنة وبس من غير ما مفهوم يعني م. من غير ما نبقى صح م. أنا نجمة في مكان، بطلة في مكان، أصل أنتِ الفيلم مش بإسمك طب ما يا فرحتي إن الفيلم يبقى باسم بطلة وقاعدة في البيت بس قاعده في البيت احنا أنا في عندي الوسط. بطلات قاعدين في البيت احنا في الوسط الفني عارفين انتصار نجمه يعني انتصار العمل ده لو انتصار مش هتعمله مش هنعرف نجيب انتصار ثانيه ما فيش بديل لانتصار وهي دورها اساسي لكن المشاهد اللي في الشارع مواطن في الشارع هو بيحسبها دايما مسلسل بطوله كذا أتالي المواطن او الناس الجمهور يعني ما عندوش ان هم ما بيتفرجوش على التتر ما بيتفرجوش على الافيشات وما بيشوفوا الفيلم فيه فلان وفلان م. فبيخشوا للفنان او النجم اللي هما بيحبوه سواء هو البطل او مش البطل م. احنا اللي عملنا دوت احنا الصحافه اللي عملنا ده احنا الاعلام اللي عملنا ده بطله بطوله ده من زمان على فكره م. من ايام ما كانوا فات الحمامة ومجد الصباحي ان دي بطله العام طب على فكره ما كان في سيزي رستم. سيزي رستم. بعد منهم ناس رستم. شايلينهم وكانوا هما ما بيخشوش الافلام غير لما الناس دي تفضى خايفين يخشوا من غيرهم في اسامي كتيره ان لم تتواجد في العمل العمل اصبح مسير سليم النابلسي حسن فايق اسماعيل ياسين راجل. اشتغل افلام كتير ما كانش هو البطل فيها وبعدين عمل افلام هو البطل فيها وبعدين رجع عمل افلام هو مش البطل فيها هو طول الوقت بطل مم. الناس مستنيه اسماعيل ياسين فانا ريحت نفسي من السؤال دوت ونفسي طبعاً. الناس تريح نفسها مني انا بطله في مكاني يعني انت كده نقول ان انتصار انجح برنامج بالنسبه لها فابريكانو انجح مسلسل وانجح عمل درامي ايه؟ وانجح عمل لا كذا حاجه ايه؟ يعني عايز دراما. أعرف انا انا عايز لنفسك زيت. زيت. زيت زيت سمع جدا لا زيت بنت اسمها كنت... زيت زيت انت كنت عظيم مين صحابك؟ آه صحابي دلوقتي في الوسط ما من ال... ما خلاص احنا اسره جوه الوسط أكيد بقى اكيد كلنا اسره آه. بس احنا بنتعامل مع بعض بمهنيه وباحترام لكن في صاحب الصاحب اه صاحبتي يعني الله يرحمه مع بقوف علا أ... غانم جيهان سلامه أ... 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 علاء مرسي احمد ادم أ... طلع زكريا الله يرحمه صلاح عبد الله أ... كل دول صحابي اللي اشتغلت صحيح. معاهم وكانوا بصراحه يعني أ... يعني احمد ادم بصراحه وكان طلع زكريا بس احمد ادم يعني بالاخص يعني ونعمه ونعمه العشره يعني نرجع تاني ربنا يجيب المعروف دايما بيننا في وبين في صحاب في حياتنا يعني هم بتوع عطاء فدهكي. فلو ربنا وفقك واصحاب كده بيحتووك ويدوك نصيحه وهم لو عندهم مشكله يحكوا لك حاسين بالامان معاك فالعلاقه دي بتدوم رمز جاي لما طلع في في الشرق اه الافيه ده قعد معاكي حبه وانت بعد كده قلتيه انا فاتنة الشرق او استخدمتي استخدمتيه آه حلو آه ممكن اعلق فيه ده أتشبث بيه هاشتاج فاتنة الشرق كنت بدور من بدري على حاجة كويس إن أنت قلتها لي أنت عايزة أدور على كريزة تفاحة آه. آه. منجية آه. آه. هيليكوبتر يعني كنت بدور على حاجة فأنت كده فأنت عجبك الإفيه ده آه أنا فاكر الإفيه الشرق أنا فاكر الإفيه ده فضل معاكي شوية أه يا كمل أه خليه يكمل فتخليه يكمل أه, فتخلي آه. فاتنة <applause> الشرق أه انتصار #فاتنة الشرق كمل <تكلم> معانا انا بدور على حاجه من بدري على فكره بجد انت آه. عايزه انت عايزه اه اسم او مصطلح حاجه كده اه اه, أوكي. آه واحد قال لي لسه باعت لي معجب آه هليكوبتر مصر <applause> هليكوبتر مصر هليكوبتر <applause> <applause> مصر <applause> <applause> هو ده كده زي باشا مصر زي باشا مصر هليكوبتر مصر طب انا بس فاتنة الشرق احلى عجب اه <تصفيق> 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 أنا بس أنا فاكر الموضوع ده معلق معاك أنا فاكر أنا لا شديد أنت شديد انتباهي ليه أنا هركز فيه بتتعاملي زي مع المعجبين والمعاكسات على فكرة؟ شكل الموضوع ده بيبقى كتير معاكي أوه بتعملي إيه؟ بس مش أنا بس على فكرة أنا بدأت أسأل شكيت في نفسي بدأت أسأل لي ده ما نقولكيش بقى على الواتس وعلى كل وسائل السوشيال بيبعتولنا لنا بقى شتيمه وقله ادب وتعدي الحدود م. وغير المعجبين كويسين ما معجب يعني بيبعت حاجه كويسه، م. لكن ده مش معجب ده قليل إيه ادب ده ما ترباش. م. ده ابوه وامه ما كانش عندهم نص ساعه م. يربوه بربع جنيه. اللي بيزعلوا على عيالهم لما بنشتمهم او نحبسهم. م. طب انت شفت كم الاذى اللي ابنك كان بيبعتولي على الواتس في الضلمه من وراك؟ م. انت فاكر ابنك قاعد ملاك، مره واحد بيقول له ده ابني ما بيسيبش فرد. قلت له تعالى شوف هو بعت لي ايه اللي ما بيسيبش فرد. دي وانت وصلتي لاهله؟ ما انا حبسته. لا 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 احكي لك القصه دي ب طبعا انا اكتشفت ان ده مشوار طويل كل الزملاء بيتعرضوا له. فالزميله فال... الست لما بتتعاكس بتتعاكس غير لما حضرتك كمشهور تتعاكس. تتعاكس بطريقه تانية شتيمه بقى وكلام بقى وصور بقى انت اصلا هيعملوا فيك ايه يعني؟ انت واحد بيكرهك مثلا او عايز يقل ادبه عليك يقول لك هيشتمك لكن مش هيتعدى هيتعدى ويعمل فيك ايه يعني لكن انا بقى اتعدي كتير الاذيه كتير بقى لان ست بس صور, بقى وشتيمه و ده انا ده بوري الحاجات مره للي ما فيش حد بيقدر يشوفها اكتشفت بقى ان كل الزملاء كده بيعملوا بلوك 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 طب احنا هنعيش العمر كله نعمل بلوك سجنت <applause> الولد ما هو في حاجه اسمها مباحث المباحث الجرائم الالكترونيه فانت بتروح تشتكي فيها سواء تعليق على اي وسائل سوشيال ميديا او وصل لنمره تليفونك وعلى الواتس فلما الواتس كل يوم يبقى بقى فيه بقى 400 رساله والشخص نفسه كل يوم يبعت كل يوم يبعت كل يوم يبعت كل يوم ده عايش عليا ومش هو بس هو واصحابه يعني هو بقى والاصدقاء فلازم اروح ابلغ في مباحث الأجرام الالكتروني وقابلتي والده ووالدته لا لا ما قابلتهمش قابلهم ليه لا والولد كان عنده كام سنه اللي كان بيعمل ده 27 27 ده راجل عاقل يعني عنده تفكير يعني اللي عنده, عنده عندهم عيال اه. مش ذنب انك مش متجوز اه. ومش ذنب ان اهلك مش مربينك اه. التليفون كله تك 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 زهقت بقى اه. وانا في القصه دي بقى لي 20 سنه ولما رحتي اخدتي اجرام بره ما الكلام ده بره مفيش الكلام ده مفيش حد يقدر يبعت لك تعليق خارج على صورتك على اي وسائل التواصل الاجتماعي هنا انت بيجيبوا تليفونك ويبعتوا لك اذيه على الواتس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده إيه ده 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 في كده واتسجن كام شهر؟ آه لسه في مرحله بياخد حكم بياخد حكم ومش ناوي تتنازل ممكن يتنازل بس يكون عشان احبس اللي بعده بقالي 15 سنه ساكته زهقت فقلت بقى لازم اخد اجراء بقى زهقت دخلته بقى قاعد بتصور مثلا قاعد في اجتماع وفجاه تك فانت تلاقي طيب احنا اهلنا تعبوا فينا وربونا هو اهله ما تعبوش فيه وربوه لكن احنا الشيء يوعينا وربونا ما تعملش كذا عيب ما تعملش كذا غلط فطلعنا منضبطين هم بقى ما ربوش فطلع مش منضبط لازم يتعاقب انا مش منضبط ولادك بنتك وابنك عرفوا الموضوع ده بيعرفوا الرسائل بت... اللي لك. ده هم اللي بيقولوا لي من بدري خدي اجراء تسكتيش بيشجعوك اه ولما لو تعليق وحش يقولوا لي اعملي بلوك آه او مسحيه ده على السوشيال ميديا اه اوكي لكن على الواتس بينزعجوا جدا لما بيشوفوا الحاجات دي انت صار انا م... آه... لما جيت اقعد الم كل آه مشوارك وده مش ما شاء الله هو مشوار محترم يعني مشوار تويك بقيت عايز الخص انتصار في كلمه، هل انتصار شخصيه قويه؟ أو هي شخصيه جريئه؟ ولا هي شخصيه مش فارق معاها؟ بجد انا 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 عايزك تختاري ما بين الثلاث كلمات دول، انت جريئه ولا قويه ولا مش فارق معاكي؟ لا مش فارق معايا يبقى انا ما في استهتار. لا ده يعني ده. فارق معايا فارق معايا كل حاجه. امم انا قلت لك من الاول انا صعديه. يعني أنا ست صعدية وجذوري صعدية مولودة في اسكندرية يعني حتى الاسكندرانية عندهم جرأة كده فتخيل الكوكتيل ده طلع واحدة شكلها إيه؟ اللي قاعدة قدامك فأنا أعتقد إن أنا يعني أعتبر ست يعني ماسكة نفسها يعني ممكن قوية لا لا القوة مفهوم أشمل أشمل لأن القوة جواها جرأة وجواها نصرة للحق وجواك انك تعبر عن نفسك مم. كويس وجواه انك ما ترضاش ان حد يجي عليك مم. ولو ربنا قدرك شويه لو شفت حد عنده مشكله ممكن تساعد مم. يعني دي القوه يعني انت على مشوارك وعلى فكره الست قويه دي مش ست وحشه يعني بالعكس زي ما انت دي قويه وغلق ومسيطره والرجاله عايزه الست الضعيف لا بالعكس الراجل عايز الست قويه ليه عشان تشيل بيته وتشيل اولاده وتشيل اسمه تبقى ست قويه لما يغيب يعرف ان وراه راجل لما يحصل حاجه يعرف ان وراه ست هتشيل ولاده وتعدي بيهم بالمركب اه بس انتصار انا بتكلم على الجانب المهني ما على الجانب العاطفي او الجانب اللي ليه علاقه بالرجل والمرأة. وحطيتي نفسك في مواقف المواقف ديت او تصريحات انا كنت عايز اعرف إيه, ايه العائد؟ ايه اللي عاد على انتصار من هذا التصريح؟ هو آه انا بقول اللي انا عايز أقول. بقول رايي ويكفيني الشرف ان انا بقول رايي في غيري مش عارف يقول رايه في غيري ممنوع يقول رأي لكن انا بعبر عن نفسي بعبر عن شخصيتي فالناس مش متعوده على كده الناس متعوده على ايه على لب 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 دو 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 جدا 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 طبعا 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 تو لا انا بطلع اقول رايي تسالني سؤال بجاوب فيقول لك لا ما تجاوبيش الاجابه دي جاوبي الاجابه اللي الناس عايزاها لا انا هجاوب الاجابه اللي انا عايز اقولها مش تعجبك على... او ما تعجبكش انت حر مش ندمان على ولا تصريح. وبتكلم على فكره بسماحه نيه ده اكيد يعني ما بتكلمش وانا عامله حسابات ومتهيالي دي برضو نقطه انا كنت هسالك فيها عشان انت مره قلتي في تصريح انا كل مره بطلع على التلفزيون انا حاسه ان هيترفع عليا قضيه فاكره انت قلت.. ما انا بقى لما لقيت بيرفعوا قضايا قلت لما <applause> اطلع بعد كده ابقى اقول لهم جهزوا ورقه وقلم عشان بس ما تفوتكمش حاجه ما تضطروش تسجلوا البرنامج <applause> انا هقول لكم قبل ما ابدا في قضيه هقول لكم اللي جايه قضيه اكتب عشان لو حد عايز يشتهر يعني يعني محامي عايز ينور يجروا بقى على المحاكم ما اعرفش كانت طالعه موضه كده في فتره اللي قال ايه المحامين سايبين قضايا الدوله وقضايا المواطنين مم. ومسكين مش على في الفنانين والمذيعين قال ايه قالت وما قالتش مم. قال لا هو احنا خلاص خلصنا المشاكل بتاعت المحاكم <applause> ومحاكم الاسره والاطفال والاعتداء والمخدرات والاكل مم. اللي هو مصلحه الانسانيه مم. ومسكين في المذيعين قالوا ما قالوش فكانت في موضه كده مرفوع عليكي كم قضيه لغايه دلوقتي لا كان كان خلاص بطلوا بقى عقلوا دلس. اه يعني لا هو هو باينه ان هي يعني موضوع يعني بيبغي الشهره هو ده اكيد بيبقى باين بس. لما يبقى محامي طول بعرض م. متسجل في المحكمه وغريب كليه حقوق م. وسايب مصالح الناس القضيه الحقيقيه اللي بتصنع منه محامي م. وماسك اصل يسره اصل ايه ده إيه ده إيه انت فاكر ان احنا مش فاهمين انك غريب وعجيب عشان كده انا كل القضايا بتاعتك سبتها كل قضاياكي في في بشكل معين متأجد. انا ما عملتش حاجه على فكره لا لا. ما عملتش حاجه والله كلها كانت بتصريحات من برامج انا وبعد كده عادي وبتكلم معاك كده أه. بما يرضي الله يا عم وبتسالني <applause> <عم> <applause> وبجاوب يا ريس <applause> <طب> او فجاه <applause> ايه آه. سعيد وابراهيم وبتاع آه. اللي قال عايزينك عايزيني م. في ايه اصلك قلتي ما اقول انت مالك انت آه. انا اللي بقول ده رايي انا <applause> طب انا هقول لك على حاجه تيجي نقولهم ولا مش حابه نتكلم في التصريحات؟ آه. قول تعالي آه. التصريح اللي حصل في برنامج نفسنا عن الافلام الاباحيه كنا قاعدين كده عادي اه وعاملين هم لقاءات مع حد في الشارع م. بتبقى فقره لايف كده والولد ده جاوب وده جاوب بتوع اللي هم بيعملوه في الشوارع فواد قال جمله كده قال بنصبر نفسنا فقطعوا قطعوا عليا انا اول واحده فانا قلتها اللي بيقول بنصبر نفسنا ده م. ف اما الاخت هنا قالت حاجه والاخت هنا قالت حاجه والحوار <applause> ماشي عادي وحلقه من ضمن الحلقات اللي بنصورها فانا بقول ده الناس بتتفرج ليه؟ كنت عايزه اجد اسباب او اقول ليه رصد بقى للتصرف <applause> ده برصده اللي هو انت ليه بتعمل كده؟ في ناس الفضول وفي المراهقه وفي مرض في ناس ادمنت <applause> وفي ناس تقول لك زي ما الواد ده بيقول نصبر نفسنا وفي ناس مش فاهمه اساسا اي حاجه بتقول اشوف الناس ده بيتعمل ازاي ده ناس بتجيب كتب تقراها اجابه عاديه فقره عاديه يعني انت فرجة على الافلام لا اللي لا, بقى لا, مفيش. لا مفيش كل ده كانت صحافه صفراء لا مفيش ده كمان ده ينبهك لحاجه كمان عشان تتعلم برضو حاجه ان هم ممكن يأولوك يعني انت قلت حاجه وبتزع التلفزيون وتسجّلها موجوده وقعدنا نضحك ونهزر وش... وكمان في زميله على شمالي قالت تعليق أن احمل اللي انا قلته قالت ايه آه لا ال... ال... مش منبههمش <applause> خلاص ما الموضوع عدى ما ممكن نفس الشخص ده يسحب بقى بعد ثلاث يقول لك ما حققتش الشهره ما <applause> انت صار الحق احققها الدنيا دلوقتي شاكيت شغله باله يعني ربنا يهديه آه. فما انتبهوش لده اه قالت ايه عشان الموقف كله اتلخص جاي تشرح بقى تشرح حاجات بقى لا عايد. لا لا يعني دخلت في حته ثانيه خالص عيلت عني كمان يعني انا رب. انا بشرح عيلت هي عني بس سابوا ده سابوا ده وبيسكوا في ده ليه؟ ده بقى الاويل ده اللي بيتكلم ده اللي بيقول ده الاكثر شهره ده اللي اكثر تاثيرا في المجتمع ف... فمسكوا بقى فيه سابوا البرنامج كله ومسكوا فيه بس ده حصل خلاف كبير وخناقه مع نور والموضوع وسبت البرنامج بقى لا ده. لا 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 امال ايه؟ طارق معايا في القضايا امال ايه؟ الكلام كله اتلخص ان حصل خلافات لا لا ده كان زيد ده. برنامجه يعني فضل و... داعم الفكره وشايف ان والاعداد ده... مش بتاعي اساسا آه. ان هم اللي عدوا يعني الموضوع يعني انا مالي انا كلها. انا بقعد اقول اللي بيتقال في الورق م. ما ده برضو اللي المحامين مش فاهمينه ان انت مؤدي م. انت اللي بتكتب الورق ده ولا بتخرج الورق ده ولا بتمنتج الورق ده ولا بتركب له مزيكا وانت راجل جاي, جاي... نفس انا في بروديوسر واللي في حد بيطلع حلقات وفي الموضوع مقابل مستقلي. انك تقول ده لكن ده رايك يعني ده افكارك لا ده بيقول لك يعني نتكلم في كذا بتتكلم ضايقك الموضوع ده يعني كانت اول مره كان الله يرحمه وايل ابراشي قال لي ايه البروي اللي انت عاملاه ده قلت له انا منزعجه منه بصراحه قال لي لا ده انا والله بحب الحاجات دي قلت له انت بتطلع كل يوم دي شغلتك فانت واخد عليها وبتحبها انا اول مره واجهها فمغضوضه منها اتخضيت بقى في الاول كان ليه تصريح السيدات ملهاش هدف محدد في الحياه ورايهم بيتغير باستمرار هو تغيير الراي عند الستات ده اساسي ما بيثبتوش على رايهم انت بتغير رايك انت كده بس بقى مدركه ان انا غيرته بقى إيه. تقول لك لا ما قلتش إيه. لكن الراجل صعب يقول ما قلتش الا إيه إيه اذا راجل فكه إيه. لكن لو راجل راجل يقول لك لا انا قلت كده فعلا انا طول عمري ملكه جمال ولحد دلوقتي إيه التصريح ده إيه انا بحب كل ست بتعتز نفسها آه. بس التصريح ده كان نوع من انواع الـ الـ يعني انا انتصار ولا كان متماشي مع حفله ملكه جمال مصر اللي كنت فيها مش عارفة بس تلاقي حد قال لي انت لسه حلوة كبرت ولسه حلوة فقلت له البضاعة بتبان بعد الحمل والرضاعة. ده رد فمن هنا بقى قلت انا ملكة جمال على طول. اه طبعا ايه أكتر حاجة بتحبيها في نفسك انت صغيرة؟ بحب ابتسامتي انت ابتسامتك اه واللغزتين اه بتحب اللغز بتعتز بيهم اه لا ابتسامتك بتخلي قدامك تخليه يبتسم هو كمان انا اساسا ضحوكه يعني بقول لك اتعمل فيا مقلب في رامز جلال وضحكت جه معايا بالضحك طب انا ليه مش حاسس ان انت شخصيه مبتسمه كده في البيت؟ يعني دايما الشخص المبتسم قدام الكاميرا في مسؤوليه في البيت وفي ام وفي بتجري ورا العيال ويا ابني ذاكر يا ابني يا بنتي حرام يا بنتي أبو بدري المدرسه يصحو آه. الباص هيفوتك يا يعني طول الوقت في واجبات. مسؤوليه موضوع مختلف بس ده ما يمنعش اني بضحك ساعات في البيت آه. بقعد ارقص في البيت وحاجات كده لا والله اه وبترمي افيهات وتهزري وتنكشي في ده وتنكشي آه دي اه يعني الموضوع ده لما بريق بقى تلاقي بقى فيه. آه. في في جو تاني بترقصي مع اولادك ولا بترقصي لوحدك؟ لا برقص مع اولادي ترقصي مع, مع اه ربنا يحفظهم لك يا رب. آه رأيك في فكره عملية التجميل اللي بقى الشكل اللي نقدر نقول هو اللي بيتكرر عند ناس كتير هما هي منتشره حتى في الناس العادية بس بقى فيها هلع بيها غير عادي يعني زايده قوي تجميل انت آه لا لسه ما عملتش لا مش ناويه قصدي تعملي تجميل فكر الفكره لا يمكن اعمل يمكن اعمل بس انا عشان اعمله عشان انا أعمل ممثله اه يعني انت عارف الممثلين دايما بيحاولوا يحافظوا على قد ما يقدروا على نظرتهم وشكلهم ووشهم لكن هي منتشره قوي بدون مبرر بين العامه فتقول لك يا ست عايزه اهتم بنفسي لا انت بتوصلي لمرحله بتشوهي نفسك يعني الموضوع عدى مش مثلا اصل بعمل دول وبعمل دي لا الموضوع بقى بقى في ناس بقى لا في شكل موحد للشفاه في شكل موحد للخدود في آه شكل موحد لل... كانه قالب بيطلعوا منه طب احنا ليه عايزين نبقى بعض يا جماعه؟ طب بتخافي من العجز العجز اللي هو يخص الصحه مش الجمال انك تبقى صحتك تعبانه فما تخدم نفسك فده اللي انا بخاف منه يعني سرحت معاكي وافتكرتك في زاد لما عملت الدور ده وعشتيه لما كنت امراه في سن متاخر وجدا ثمانين سنه ليكي الصحه يا رب ويدينا كلنا الصحه واهلين آه ما عملكيش حاله من حالات الوعي كده عامل اه اه ده. اه خلاني حاسه ان انا عايشه جوه ال 80 سنه مم. وكلهم حواليا اصغر مم. بيتحركوا وبيقضوا حاجاتهم وبيروحوا وييجوا والبنات بتروح الجامعه حتى بنتي بتشتغل ومع جوزها ودي الوحيده اللي ايه بتقوم بالعافيه تطبخ مم. بتقوم بالعافيه يقبلها لها ميه الصحه لما تقولك صعبه عشان كده الانسان ايه من على شبابه جرت عليه شيخوخته فالانسان لازم يبقى عامل خزين للي فيما بعد ما يفتريش يعني تصريح ده بقى نركز فيه ماشي لازم اخس عشان اظهر بالمايو لو في مشهد فيه قبله اعمله عادي المايو ولا القبله احنا بنتكلم في ايه بس يعني الاثنين في بعض داخلين ما بقتش عارفه اجاوب يا ده تصريح اه لا أنا أحب أكيد المذيعين المتطفلين والمعدين المتطفلين أكتر الغير مهنيين فلما يقول لي قبله أقول له مالها قبله حلوه القبله أصل القبله مالها قبله يا جماعه القبله 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 ده من أيام فيلم أم كلثوم وبنغني عشان القبله كارهين القبله ليه أصل القبله التلفزيونيه مالها قبله التلفزيونيه تربينا على السينما كلها قبلات وحياه جميله وكنا ناس متفرنجين وحلوين كده مالنا فيه ايه والسينما كانت جميله واللبس فيها ورصدت مصر بقى في الفتره الحلوه الميو يعني مش تلبسي ميو في ايه ماله الميو ميو موجود بيتباع في الشوارع يعني يعني موجود ليه عايز تاخد تصريح على لساني تدين بيه الميو الميو عمل لك ايه كيف وقت انتصار كان كل اللقاءات في كل المهرجانات مع سلمى النظيفه آه. والقبلة ده, ده السؤال ده, ده, كان سؤال موحد آه, اه, انا عايز اعرف هو مين بيديهم الاسئله الموحده احط ايدي أه عليه احط ايدي <applause> عليه اللي بيبلينا بالبلاوي دي الميو الميو ماله الميو انت ما تلبسي ميو اللي هو بقى <applause> طب ما انا بلبس زي انزل البحر مش مقطعه على فكره فاللي هو بتلبسي مايو يا لهوي اه بلبس مايو هتلبسي بنتك مايو في ايه يا جماعه <applause> مين اللي بيديكوا الاسئله دي مالكوش دعوه باجاباتي مين اللي بيديكوا الاسئله دي حرام مم. عليكم بقيتوا تافهين تافهين معدين تافهين مذيعين تافهين صحفيين تافهين مواقع الكترونيه تافهه لما تختصر الفنان انك تقعد معاه تساله ميو وقبله وسمه نظيفه اللي قال كده انت الواد يعني م. اللي قال كده نلت منه بس إنتي انا بحس انك فانا بكدهم بقى اه انا بحس انك انت ما ده هرجع تاني انت سنت... آه يسالني سؤال ارد عليه بعشرة 10 آه بتدي تصريح يتجنن بقى آه. يلف على نفسه و... <applause> هجننك اه تقول قبله مالها حلو قبله حلوه القبله المايوبالبس مايوب السلمة النظيفة مش فاهمة التعبير آه. يعني ايه السلمة النظيفة مستحمية بالرابسو دعاكينها بالليفة والتانية ما بتستحماش قذرة حقيرة مم. مش نقابة الصحفيين مش نقابين وله بقى معد بقى معد فالواد طالع فاكر ان هو هيكبر ان هو ينال من ال، وكل نوعية البرامج كل نوعية البرامج اللي بينالوا من البتاع انا ببقاعد اتفرج عليها الداية أنا ما بحبش نوعيه البرامج ديت انا 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 حتى لما باجي دلوقتي بنتكلم عن بعض النقاط الخاصه بيكي انا مش ببص ده من نوع من انواع ان احنا انا ابعد ما يكون ننتقد الشخص بالعكس انا عندي قبول للشخص واحترام لمشواره، واحترام لمجهوده وفي نفس الوقت انا عايزه يشرح وجهه نظره عشان انا معاكي في نقطه مهمه جدا ان الناس ما بتبصش للشخص ده تعب قد ايه في المشوار عنده مليون حاجه قد ايه عشان يوصل عنده مليون حاجه تتكلم معاه فيها ممكن حتى تكون زلة ده بني ادم يا طلعت منه سيبك جمله سيبك مني انا سيبك مني انا لا لا بتكلم انا بتكلم عامه في الموضوع لا سيبك مني انا انا ادوي دود لا ما يبقاش في كيكه ان أنا, انا ابني نجاحي انا أدوي إن دود. انا ابني حد بشكل ايوه طبع. لا 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 ده مش مقبول ده ساعات يسيبك انا انا شويه تصريحات هبله لا ده مش مقبول بيجروا وراها ده مش مقبول سيبك دا دا. انت بقى بص بقى الممثل بقى لما يجيبوا فنان نجم كبير قوي يقوموا على حاجه خاصه حياته الخاصه ده, فأنت ده شيء لا يختار. طب افرض هو عنده آه مثلا طفل مريض، افرض عنده حد عيان، افرض عنده آه ما بيتوفاش ما في الجواز. ولو ما عندوش، ظروفه آه الشخصية. آه والدته مش عارفة آه. إيه. ظروفه الشخصية. ما اتجوزش أساساً. نحترم. بيربي إخواته البنات وبيجوزوا، يمسكوا عليه دي كأنها ثغرة. سايبين كل مشواره وماسكين فيه. مم. ما اللي قاعدة رشانة أساساً. اللي قاعدة تتعالج أساس مم. مم. يا جماعة دي ظروفه الشخصية دي. مم. هو عنده 100 حاجة في حياته مكلمه عنها مضيئة ومنورة. احنا يبقى احنا بقى مجتمع مريض فبنصدر الامراض على الشاشة. والله صدقيني هو اتكلم معاه في مشواره. الناس في الشارع مش مهتمة بده بس هو فعلا في البعض القليل من شخصيات مسؤولة في الاعلام بتبني نجاحاتها على لا وشخصيات موجهة كمان في على ناس موجهة, موجهة. على الحاجات اللي مش كويسة. قلت في تصريح في ناس غير متخصصة بتقدم برامج والامور اختلطت. معلش سؤال ما في ناس غير متخصصه بتقدم برامج والامور اختلفت اه طبعا طبعا ما دام ده دا كمالة كلامنا بقى ان ناس مش متخصصه بقى معدين مش عارف يحط اسئله عارف يحط ياخد منشطات من المواقع ويحطها اسئله طب ما انت عبيط ما الاسئله دي تجاوب عليها قبل كده فين الجديد اللي انت بتقدمه طب كمعد عندك مزاعين مزاعين طالعه اول امبارح من غير سي في من غير اي حاجه طالعه تتكلم في طب النفس وعلم النفس وبتتكلم في مشاكل اجتماعيه درس ايه انت عشان تتكلمي انت في الحاجات الاجتماعيه مورطه نفسك ليه في حته حته تتحاسبي عليها و... وهتفشلي فيها تنزلي كبير مش هتطلعي بعد البرامج دي انت عندك ما بتحبهمش الشخصيه اتكلمي <تكلمي> في حاجات تعرفي تتكلمي فيها من واقع خبرتك دي نجوى ابراهيم بتعمل بقلص وصباح الخير وبرامج الاطفال نجوى ابراهيم في ناس جوهر كانت بتعمل تسالي الدنيا زي تشوف الاشياء خطوتك قامات بيعملوا برامج لطيفه لايت ما بيخشوش في ايه في قنوات مظلمه اللي ليها علاقه بقى بطب النفس وعلم النفس وعمل وما تعملش وقضايا اجتماعيه ده دي ده ده, ده ده بحر في ناس بتقعد تعمل دكتوراه عشان تعرف تتكلم في الموضوع ده انتوا بتتكلموا فيها كده الصحه الصبح بيتكلموا فيها ده ممكن يترفع عليهم قضايا طب انت بتعملي ايه لما بتشوفي لانهم لأن بيأذوا المجتمع بتعملي ايه لما بتشوفي المذيعين بياخدوا برامج وهم غير مؤهلين بس بستغرب مين اللي مسكهم البرامج العيب مش عليهم العيب على اللي مسكهم البرامج م. وساهم ودفع وكمل في ده العيب مش عليهم العيب على اللي عمل لهم البرنامج لو هتختاري بين تقديم البرامج والتمثيل تختاري ايه؟ لا التمثيل طبعا تمثيل اشم اشمل واعم لأ... لأن دي شخصية مذيعة أنا قاعدة شخصية مذيعة أنا دلوقتي قاعدة انتصار بتجاوب دلوقتي شخصية أم شخصية عجوزة شخصية كده شخصية مذيعة فازاي أروح لشخصية من شخصياتي لو حد مش بيحب انتصار كمذيعة شايفة بيعمل إيه؟ ما يتفرجش خالص بس هادية. انتصار من وجهة نظرها ومن نجاحاتها في البرامج هي أصبحت مذيعة والحكم عليها دلوقتي مش هيفرق معاها. ما ممكن ما يحبهاش كممثلة ما يتفرجش. تتعاملي زي مع النقد هنا يا صار، لما حد بيجي ينقدك ولكن هذا النقد بتحسي ان هو اول ما بص اللي بينقد ده مش فاهم م. او ليه اغراض اخرى غير النقد الحقيقي. م. لان انا ما اقرا النقد ببقى عارفه هو بيقصد ايه وفاهم ولا لا أو... وفعلا انا ببعرف عارفه عيوب الدور و... وعيوب الفيلم وعيوب المخرج والإضاءة مم. والفيلم مكروه ليه فبحس إن هو نقد موضوعي وتمام في مم. مكانه مم. حلو قوي الراجل بيشوف شغله دي شغلته إنه يكتب دارس ده أول ما أقرأ الاسم وأنا عارفة الاسم ده إن هو مرتشي أو ممول أو بيرغي ويهري على الفاضي مم. أبتدي أشوف قلة أدب وأوصل لفين أنا عايز أشوف بقى التطور بتاع قلة الأدب ما هو في ناس لا تستحي يعني هو فاشل وكلنا عارفين ان هو مرتشي وكلنا عارفين ان هو ما بيفهمش ساعات بقى ايه يقول لك يتمادى اصل البيج ده يتمادى فبشوف بقرا الموضوع كده اشوف التمادي لغايه فين بس هو مرمي الجناح على الارض كده وما بتاخديش موقف اكلم ده تعاتب ده اصلك تعاتبه عايز تصالحه عايز تعمل علاقه لا ده لا يجرؤ ان انا اكلمه اساسا ما ما تعبرهوش ليكي تصريح مفيش حاجة اسمها كل الرجالة خاينين ووحشين. اه طبعا. يعني ايه تعمم؟ انت الست الوحيدة اللي لقيتها بتدعم الرجالة في برنامجها. لا عيب. عيب كده. انتوا هتقية ايه هتمرضوا البنات ولا إيه؟, ايه؟ يعني ايه كل الرجالة خاينة؟ عيب. في رجالة محترمة ومتربية. و وبتحب بجد الراجل ده بني آدم. زيه زي الست عنده قلب وعنده مشاعر. وبيحب على فكرة حب الراجل أعظم وأكبر من حب الست. يعني رجل ما بحب بحب. لما بيحب بيحب ولما بيدلي على بوزه بيدلي على بوزه وبيضحي هو الراجل لما يخرج من صباحية ربنا لغاية بليل بيشتغل ويرجع للبيت ده عشان ولاده ده مش حب كل رجله خاينة أبوك خاين خالك خاين أخوك خاين عمك خاين لا أنا بشتم الرجاله التانيين طب ما أبوكي راجل ما خانش أمك ليه خلي بالك أنت دلوقتي الإعلام بقى منقسم في جزء مع الرجل بشكل نقدر نقول أخذ شكل كوميدي شوية هو الفرعون الكبير والصغير الموضوع ال... كان يعني منتشر على السوشيال ميديا وفي فكرة المرأة المستقلة والرجالة خاينة آه، الأفكار دي لا دي أفكار مشوهة مفيش حاجة اسمها امرأة مستقلة وامرأة م... المرأة تحتاج الرجل والرجل يحتاج المرأة بدليل إن الرجل ربيته امرأة طه حسين ربيته امرأة العقاد ربيته امرأة آه 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 هات اي حد عظيم في الدنيا ربته امراه فالراجل طول عمره في حاجه الى المراه والمراه محتاجه الرجل عشان يحتويها ويحبها ويخليها تنور وتزدهر وعشان تجيب اولاد هتحقق اماميتها ازاي من غير ما تكون متجوزه من رجل يعني انت ممكن تتغاضي عن اشياء كتيرة الا شيء معين هو ده اللي يهد الجواز؟ آه يهد الجواز حاجات كتير مش حاجه واحده حاجات كتير ازاي؟ وارجع اقول لك هو السر يعني الوفاء ده من عند ربنا ساعات تلاقي فيه غصه كده في قلبك يعني م. اللي هو مش مرتاح مع ان مفيش حاجه كل حاجه ماشيه صح بس يعني يعني قافل كده هتعمل ايه عشان تطلع القفله دي فهتجد الاسباب تتلكك بقى بس انت قافل فتقعد تقول اصل وفصل و... بس هو ربنا قفلك من العلاقه خلاص يمكن حبيتي راجل واقتنعتي بيه عشان عارف ان انت شخصيه لازو لابد انك تقتنعي اهم من ان تحبي ممكن تتغاضي عن حاجات كتيره يعني تغاضي مثلا ان هو في مره غلط وخانك لازم نفوت لبعض عشان نكمل مع بعض حتى الخيانه بتفوت ما ينفعش لي. نقعد بالمسطره المسطره حتى مسطره طب ما هو هيحط لك مسطره انت ما طبختيش النهارده انت النهارده عملتي كلمتي امك ما قلتيلي رحتي لاهلك ما قلتيلي هيتعبك انت عايزه توفي على المسطره وهي على المسطره وهيتعبك قوي تشتغلي ليه عودي في البيت انا عايز ست في البيت دي ظروفي وعيشي على ظروفي تحب الراجل يغير عليكي ولا تكرهيه لا طبعا اللي يغير يغير طبعا والراجل الراجل يغير طبعاً انا تخليها مراته بيحبها يغير عليها انتصار انت ادوارك كوميديه آه لكن فيها آه يعني نقدر نقول جزء جريء يعني كوميديات الجريئه دي ما بتخليش بتخلي جوزك ساعتها انه كان بيغير عليكي؟ لا خالص ده يعني دا انا بتبقى اه يعني انا او انا الكوميديا عايزه جرأة، اه حتى انت تلاحظ ان الكوميديانات الرجاله اكتر من الستات ليه لو محتاج جرأة، دايما الستات فاللي تبقى كوميديان دي تبقى جريئه تتفرج على نبيله السيد زينات صدقي سعاد نصر آه مها احمد نشوه في جرأه كده عمر ما اتدخل انا فاخر يعني عمر ما اتدخل وقال لي فكان بيضحك على انا بقوله له عمر ما قال لك لبسك او مش لبسك لا بيعلق بيعلق بيع... اه اه لازم يقول لا مش حابب اللي... مش حلو عليك يعني م. لا ليه قصير دوت كده لا لو اطول كان يبقى احسن لا لا ما المكان ده ما ينفعش يبقى معاه الفستان ده لان تلبسي يعني فورمال اكتر مين الراجل اللي هيتقدم لبنتك وهترفضيه لو كان فيه الصفه دي؟ صفة معينة هترفضيها حتى لو بنتك بتحب الراجل ده. اه افتكرتك هتقولي الصفة. لا انا اللي هقول؟ اه اولا يعني راجل اكبر منها بكتير لا. اكبر منها بكتير لا. مش صفة يعني ده سن يعني نو يعني لان انا عن تجربة شفت صحباتي وشوف فرق السن كتير بيعمل ده جيل وده جيل. ده كلام وكاسيت واغاني ونوعيه وده كاسيت وثقافه واغاني م. وده بيحب ام ده بيحب عمرو دي يعني في دنيا ففي النهايه ده بيعيش في دنيا وده بيعيش في دنيا الصفات معرفش اعرفش ما عندكش شيء معين بخيل لو امه مش كويسه <applause> شغل الحماويه لو بقى. امه ما دخلتش دماغي ها. لما الواد يتنطط لو الواد ايه وامه مش كويسة لا يمكن اه هنشوف آه عرشانة كده و انت هتبقى حما ولا ايه؟ انا حما من دلوقتي اه فهتتعبني دي اه على اللونج ران هتتعبني اه ليه؟ لان انت يقولك يقول لك ايه تحكم اهلك وتحكم اهلها فلو ابنها عمل حاجه هنرجع لها ونرجع للاب فلو هي رشانه تبقى حاكمه على جوزها فجوزها مش هيبقى له راي فتبقى هي اللي رأيه رايها هو اللي ماشي مم. فرايها هيمشي على ابنها ففي النهايه انا هبقى في مواجهتها هي ابنك عمل كذا فتقولي لا يا هقوم جايباها من شعرها مش مش هتعدي دي بنتك وبعدين هي من سني بقى الحمد الحمل دي من سني فرص. فيبقى احنا الاتنين بنتعامل مع بعض وجه لوجه سيبي العيال بقى على جنب تعالي لي انت ست قرط فلازم امه تبقى ست كويسه تبقى ايه مع بنتك على فكره وبنتك ما شاء الله بنت جميله وملك الجمال يعني هتخليها تركز الفتره الجايه في التمثيل ولا هتخليها تبني اسره عشان العمر ما يجريش بيها هو المفروض ان كل حاجه تمشي بسلاسه وبهدوء ان شاء الله من غير تحديدات كده آه. يعني كل حاجه ماشيه بس اكيد انت الجامعه المدرسه ماشيه الجامعه جيب ابن الحلال كويس وليه لا ما نوقفش النصيب ده نصيب هيحصل هيحصل يعني انت عايزه تمثل تمثل مش عايزه تمثل هتساعديها في التمثيل اه طبعا طب هي في حاجه ده مجالي منطقتي آه. فهي جايه في منطقتي مش خايفه الناس تهاجم وتقول صار بتدعمها وما بتدعمهاش وبرده ده السؤال انا عايزه اعرف موجود ليه السؤال ده في مم. الاسئله ده مش موجود عندي على فكره لا السؤال. بس في العموم يعني مم. السؤال ده ليه موجود؟ لا بقى انا بتكلم عامه عشان كل لا موجود في بره حتى في البرامج آه آه ابن الممثل يبقى ممثل طب وانت مالك ابن ما ابن الدكتور دكتور مم. ابن الضابط ضابط ابن المهندس مهندس م. ابن الموظف موظف في حاجه اسمها كوتة العاملين 5% م. ان كل موظف م. ليه ان هو يعين ابنه م. عين من عياله من حق العاملين ان هم يعملوا ده م. فانت ليه واقف لنا على الواحده ليه السؤال ده موجود انا بحس هو سؤال حاقد لا بغض النظر كمان اللي هو ليه ابن الممثل ما ممثل بس هقول لك على حاجه انت ابنه سؤال. عايز يمثل لا بس انا في. حاجة. ما بيعرفش يمثل لما ما يعرفش يمثل هيبطل تمثيل بس تخيل انت ساره الموضوع بالنسبه لي مختلف يعني انا بالنسبه لي ابني مش هخليه يمثل وهبقى حريص ان ابعده عن التمثيل عشان انت شفت ان في ظلم كتير مجال صعب قوي وفي عدم عداله على في التوزيع للادوار انا ابني اني يشوف اشياء من نوع من انواع اجتهد تلاقي يعني يمكن اه أنا هنا مفيش الاجتهاد وتلاقي هنا ليها يعني ليها حسابات اخرى بالظبط فانت مشفق عليه من الالم بتاع انه عايز يطلع ويظهر وياخد حقه وما بياخدوش صح؟ ما دي نقطه صعبه جدا فعشان كده اب وام ما يهونش ما يهونش عليهم يشوفوا اولادهم فيها صح. انا كنت فاكرة ان و... انت هتبقى الحقيقه الحياة. فلينك. والمهنه دي فيها كده يعني المهن التانية انت موظف درجة أولى درجة تانية درجة تالتة مدير عام مدير وزارة كبير وحتى اللي بيقيم هو الجمهور ومتعرفيش لا مش الجمهور اللي بيقيم, بيقيم. تعرف يأذن بإيه لا لا بس النجاح الجمهور تقيم. بيقيم أطلع. بس مش اللي بيرشح الادوار لا. الجمهور م. في بقى عمليه بقى ورا الترشيحات في انتاج واخراج و... ومحاباه وفي وفي حاجات كتير لكن لو على الجمهور يا ريت الجمهور اللي يقول عليه نشغله والجمهور اللي يقول عليه في حسابات اخرى يعني تعالي نلعب لا أه هسالك سؤال اختياري وتختاري الكلمه خلاص اول يلا انت انتصار شخصيه حزينه ولا سعيده؟ ااااا آه... آه... ميدل في النص مين اكتر واحد بيسعد انتصار؟ واحد آه... مش عارفه انا يعني تعودت ابقى مع نفسي يعني اسعد نفسي بنفسي يعني اللي هو مش بيقول لك لما تحس بألفة وانت قاعد لوحدك يبقى مم. انت كده وصلت لل انا ممكن ابقى في ألفة لوحدي يعني أكبر نجاح في حياة انتصار النجاح كأم كأم اعظم انسان في حياه انتصار؟ أه ابويا اكبر سر في حياه انتصار قالته لمين؟ ما قلتوش لحد بجد؟ اسرار اسرار ما قلتهاش لحد مش تقيله كده عليك تقعدي مع نفسك بالسر ده هو الانسان لازم برضو ما يبقاش ايه منفتح قوي ولا منغلق قوي ويبقى حاجته مع نفسه كده عشان ايه سيبنا بعض نسيب بعض خفاف مش محملين بالاسرار عشان ما يزعلش من بعض لا انت عارف عليا ولا انا عارف عليك ما بتفضفضي مع ان انا شايله اسرار ناس والناس لي حاجات كتير بس انا مشفقه على الاخرين ان انا احكي لهم أصلاً مش كتمان مني اشفاقا عليه للدرجه دي مؤلمه؟ لا مش مؤلمه انا اتحمل سرك اشيله واحافظ عليه لكن انا اقول لك أص... سري هتبقى انت عندك امانه انك ما تقولوش لحد عشان يفضل سر فانت مسيرك تتكلم تقول فانت خنت الامانه فاحسن مش عايزه احطك في الاختبار ده اكتر حاجه بتسليكي في الحياه ايه لما تبقي قاعده زهقانه ااا اني اتفرج آه، إيه على التلفزيون على افلام ابيض اسود ولا آه اجنبي اجنبي اه مين اكتر شخص كان سبب في اهم درس في حياتك اهم مش فاكرة آه، أكبر عقابة عاقبتيه في الحياة مش عارف تعاقبت كتير <تصفيق> 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 عقابات كتير ب... بس بنسميها دروس يعني أكيد بس مش عقاب وكي... العقاب ده دا... تعاملتي ازاي معاه؟ هل كان عقاب وقتي ولا كان عقاب فتره طويله لو عايزه تقوليه قولي يعني لو مش عايزه خلاص هو ساعات س... س... كان العقاب بيبقى أزيد من الذنب أكبر من الذنب صح أه صح في ناس بتفتري ممكن أه هو وأنت ما كنتش تستاهل كده ده ما تستاهلش دا... ده كله حد كنت بتحبيه يفتر عليكي؟ لا ده بيبقى غباء ممكن يبقى من الشغل ممكن يبقى من الحب حتى في الشغل غبا يعني ما تعاقبش الدرجة دي ده غباء عشان انت غبي عشان انت عديم البصيرة يعني ما عندكش حتى عطف إنساني ومسيرك هتقع تحت ايد حد هيطحنك مش هيعاقبك زي ما انت عاقبتني هيطحنك هيفعصك قويه. وانا هبقى قاعده مستنيه قوية اه ما بنساش ما بنساش حقي ابدا وبعدين متعه انك تبقى مظلوم متعه احسن ما تبقى ظالم هتبقى ده 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 عايش ده بذنب ده كل يوم تحس انك ظالم ومش عارف تكفر عن ظلمك لانه وقع عملته قلت لحد قبل كده حسبي الله ونعم الوكيل اوه طبعا مش في وشه بقى وراه منه بقى مشفق عليه ان ولا في وشه في وشه كده في عينه يعني هيتحرق فانا بقولها بيني وبين نفسي بقى مع ربنا بقى اللي هو مع ربنا بصلي و... و عشان يعني كده بقول لك مت انك تكون مظلوم لانك ليك حق عند ربنا بقى فتخيل بقى وانت قاعد وليك حق عند ربنا هيخلصولك على الارض فيقول لك ايه برضو حكمه من ربنا ان يخلص حقك كمظلوم وتشوفه على الحياه عينك تعترفي ان انت محتاجه راجل في حياتك في الوقت الحالي في ست مش محتاجه راجل ما فيش راجل اللي يقدر يستغنى على السن ده فعلا ده انا قلته في اول كلامي طبعا محتاجه راجل بس انا عشان شغله نفسي باولادي وبرضه و... في سن صعب ومسؤوليه وشغله نفسي بشغلي وبنجاحي والحمد لله ربنا موفقني فكل الحاجات دي ماليه جزء كبير من يومي بس ابقى كاذبه لو انكرت ان انا مش محتاجه راجل يبقى ضد الطبيعه يا ضد, ضد الطبيعه الانسانيه تعترف ان انت ظلمتي اشخاص في حياتك آه يعني ممكن بس انا ما اعرفهمش مش عارفاهم يا كريم ليه عمرك ما اعتذرت لحد وقلت له انا انا اسفه؟ لا ما انا بقول لك متعه انك تكون مظلوم فانا دايما يعني بسعى تجاه المتعه دي آه بس. فيه. برنامج نفسنا اللي قدمتيه يا عمل حاله إن ممكن انتصار تكون من نفسنا، بس اللي يعرف انتصار هيعرف إن انتصار مش من نفسنا. دي طبيعة البرنامج. اه. يعني. بس آه. الفكرة ديت إن هم تاجروا بيها عشان ينجحوا البرنامج. وانتصار مشية شيماء سيف من البرنامج والفكرة دي. لا لا ده هي اللي في البرامج تقول إن انتصار هي اللي عملت فيا لغاية ما خليتها تسكت بقى مؤخراً عشان كان الموضوع زاد قوي. خليتها تسكت إزاي؟ طلعت في البرنامج اتكلمت بقى قلت إن هو كده كتير. مش معقول بتاكلي عيش على قفا انتصار طول الفترة دي طالعه برامج بتاخدي فلوس عشان مش جايبينك عشان فنك جايبينك عشان تحكي قصه انتصار وانتصار مهمه للدرجه دي بتاخدي عليها فلوس طب ما اطلع انا بقى اتكلم فانت طالعه بتتكلمي لا انت تبطلي تتكلمي في كده لان بعد كده عارفه قضايا انت قلتي لو <applause> الموضوع <applause> زاد عن كده عارفه قضايا طبعا يعني ايه حد يلوك سيرتك وانت تفضل قاعد ساكت ليه عويل ضعيف يعني حد ياكل عيش على قفاك إيه؟ ولازم تاخد اذني انك هتتكلم عني وهتتكلم وعتكعل... عني بانهي شكل مم. لا انا مش لبانه عشان تاخدها ببوقك لا بس هو طبعا بدأ كان نفسنا فعلا ما كنتش ان انتوا كنتوا يعني على حسب ما يقيل ان في بينا معموله عليها لا هم قلبت قلبت معاهم جد مم. يعني في ناس قلبت معاهم النفسانة جد بدل ما بيمثلوها بقت بجد بدوا بقى يعملوا كده بجد فالموضوع اختلف فالموضوع ايه وبرضه اداره القناه ساهمت في دوت ان هي تنمي ده عشان تخلي البرنامج ينور اكتر مع ان انا شايفه ان البرنامج هو اصلا نور بسبب القضيه اللي اتعملت عشان هي وكان فيها طارق نور آه. البرنامج نجح من هنا تعترف انك بتخافي من الموت؟ ونعمه بالله مفيش حد ما بيخافش من الموت تعترف انك حاولت الانتحار مره؟ عمري مين قال كده؟ لا لا خلاص بس احيي <applause> انا <applause> افتكرت ان انا انتحرت وما اعرفش <applause> لا انا بس بعد كده هطلع موت وما اعرفش بعد الشهر يديك الصحة يا رب ويدينا كل لا بيد الله تعترفي ان انت مش واخدة حقك لغاية دلوقتي؟ آه. اه اه بس يعني الحمد لله وبعدين لما ببص للمحيط الخارجي بيا بي بحس ان هو ال التورته كده يعني التورته مش اكبر من كده عشان اخد حقي اكتر من كده هي التورته كده يعني المجال في الوطن العربي الفن بمصر يعني دي طاقة الشغل يعني أنا مش في أمريكا في هوليود فأقول لا أنا المفروض إيه لا دي طاقة المحيط الشرق الأوسط بتعتبر إنك مش بتاخدي الأجر تستحقيه الأجر المادي؟ لا الحمد لله الأجر كويس الأجر أنا مو أصلاً مو مش طماعة في موضوع الأجر فمش حاسة بالظلم الأجر خالص لا لا تمام انتصار في وجودك معايا النهاردة تحب متعة كبيرة ليك أنا عارفة <تضحك> طبعا منوره الدنيا كلها منوره الاستوديو <تضحك> <تضحك> كل الناس سعاده ان انا موجوده انت منوره الدنيا كلها <تضحك> انا بحب الفنان اللي عنده فكر وانا عايزه اعمل برنامج أه. زي دوت كده مبسوطة بقى. من النهار. انا هعمل خلاص اتصور أه. استنوها الفتره الجاية على قناتها على اليوتيوب هتعمل برنامج خاص بالفنانين صح كده تعمل ايوه اه ممكن اطلع لوحدي على فكره مش لازم فنانين او مش لازم فنانين لوحدي اتكلم في محتوى بكرسيين برضو ها يبقى الضيف والنجم نورت الدنيا كلها تسلم بجد وبشكرك عارف عارفه عارفه ان كلكم فرحانين بيا والسعاده مش قادرين عارفه عارف. عارف. <applause> نورت الدنيا كلها انا بشكرك انت الصراحه بشكرك لوجودك معايا وبشكرك لنجاحاتك ويا رب دايما ابارك لك على نجاحاتك الفتره اللي جايه تسلم يا حبيبي وانا مبسوطه اني كنت معاكم النهارده والله كنت معاك والله كنت وبرنامج جميل ينفع <applause> بقى اجي تاني؟ يا ريت نوري الدنيا كلها بقى اجي يا يعني كل خمس حلقات اجي لك كده خد بايدك هتبقى جديده دي والله الممثل بيطلع كل خمس حلقات بالظبط خلاص ده دي بقى احلى حاجه تحصل دي نورت الدنيا كلها